الغاية تبرر الوسيلة، هذا ما فرضته قيود كورونا، حيث دفعت العديد من الأشخاص لابتكار طرق جديدة للتكيف مع تلك الإجراءات. في روما، ورغم سماح السلطات الإيطالية بإعادة فتح المكتبات، لكن الحذر ما زال ينتاب العديد من المواطنين، ما دفع أصحاب المكتبات لتفعيل خدمة توصيل الكتب إلى المنازل للحيلولة دون انقطاع أعمالهم.